الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله وسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أزهر العلماء ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله. ومع كلمة للعلامة فارس الميدان صاحب الحجة العلامة المتكلم البارع أستاذنا الدكتور طه الدسوقي حبيشي فليتفضل مشكورا. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتحياتكم من الله عز وجل أوكله في السلام عليكم، وأوكله في أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا جميعا وأن يدخلنا في صرح رحمته ويمطرنا سحائب غفرانه. أما بعد، فقد تثاقلت بي الخطى وأنا قادم إلى هذا الصرح، إلى هذا المعهد. فلما وصلت إلى باب هذا المعهد كأنه يذكرني: لقد أتيت وضممتك بذراع الطويلة على البحر الأبيض المتوسط يوم أن كنت في أول الطلب، أتذكر ماذا قلت لك يومها؟ قلت: لا أدري. قال: ألم أقل لك اسلك نفسك في سلك نظام الأزهر وانتظر مني في خريف عمرك إن بقيت، انتظر مني أن أعطيك حكمة تجاربي على مدى السنين وعلى مدى التاريخ. اسمع لي الآن أقولها لك: فقد أصبح حظك من الزمان قليلا، خذ مني هذه الحكمة التي وعدتك بها يوم أن كنت في أوائل الطلب. وأصغيت وأنا مهموم، أصغيت وأنا مكلوم، أصغيت وقد أحسست أني قد أصبحت بين الناس ضعيفا، ولكني أستذكر ما قال رسول الله: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. قال هذا المعهد التليد: تسكت أنت وتمسح عنك هذا الاكتئاب، وانتظر واسمع لي حتى أقول لك هذه الحكمة التي وعدتك بها يوم أن كنت في أوائل عصر الطلب. قلت: أنا أسمع. قال: يا بني، مهما كنت في خريف العمر، يا بني، إن التاريخ قد جثى لي على ركبتيه، فلا تغضب حين أقول لك يا بني مهما كنت شيخا كبيرا. قلت: أنا أسمع. قال: اسمعها كلمات قلائل، ليس من الفخار الأزهر يتكلم، ليس من الفخار أن تكون الملائكة نور وهي نور، وليس من القداسة، ليس من القداسة أن تكون الملائكة نور وهي نور، وليس من الفخار في أن يكون الجن نار وهو نار، وإنما القداسة والفخار في أن يكون الإنسان نور ونار وهو تراب. أفهمت؟ عادت إلي البسمة وعادت إلي قوتي كما عادت إلى النبي ابتسامته يوم أن قال الله لملك الجبال: انزل إلى الحبيب الذي يتكلم والذي يشكو إلي ضعف قوته وقلة حيلته، وقل له: لقد نقلت
لقد نقلت إليه قرار أن يأمركم فتطيعوه. فنزل الجميع وقال الملك، قال الملك: لو شئت يا رسول الله لأطبقت عليهم الجبلين. قال الحبيب، والأزهر يلفت نظري، قال الحبيب: لا تفعل، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فرحت بهذا المعهد في هذا اليوم كما فرحت بهذا المعهد يوم أن أتيت إليه في أول الطلب، وبين الفرحين نصف قرن على الأقل. أبنائي، أخاطب أبنائي ولا أستطيع أن أخاطب أساتذتي وإخواني، لا بد أن ننتقل إلى ما يريد الأزهر أن يقول ويعلم. الأزهر قلت له: إن القوم استضعفوني. قال: أما تستحي من الله إذا قلت إن القوم استضعفوني؟ اذهب، اذهب إلى المتحدث من المدينة المنورة واقرأ كما علمك القرآن درسا في قراءة نفسية في قلوب هؤلاء الذين يعتدون على الأزهر. اقرأ، فالقرآن الكريم يعلم الحبيب وأنت من ورثة الحبيب محمد. القرآن يعلم الحبيب منهج في ثلاث خطوات. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم: واحد، فأعرض عنهم. اثنين، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. منهج مكون من ثلاثة كلمات، من ثلاث مراحل. أحباب رسول الله، أبناء الأزهر، فماذا تعني كلمة وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا؟ أعرض عنهم مفهوم، عظهم مفهوم، لكن قل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقع في صدري صباح اليوم وأنا أقرأ هذه الآية، أن المراد أن يستخرج الحبيب محمد على الملأ ما في صدور هؤلاء، يستخرجه على الملأ ليقول للناس جميعا هذا من طوت عليه قلوب هؤلاء. فذهبت إلى الفخر الرازي لأقول له: أعندك علم تمدنا به حتى نقوله لأبنائنا؟ قال: اسمعها هكذا نقرأها وهكذا نفهمها. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا أحد أقوال ثلاثة، لا بد أن تستخرج ما في قلوب هؤلاء من الضغائن وتجعلها على الأرض أمام الناس يفهمونها ويدركونها ويتعاملون معها. تكلم النبي بصوتين مختلفين من المدينة المنورة، قدماه على المنبر ورأسه في السماء عالية، وهو يشير بيده ناحية الشرق ليقول: من هنا يخرج قرن الشيطان، أو قل: من هنا يخرج قرن الشمس. يشير بيده إلى أي جهة يشير الحبيب محمد؟ لقد أشار إلى اليمامة، لقد أشار إلى اليمامة، من هنا يخرج، بل خرج ويخرج قرن الشيطان. ذهبت إلى اليمامة أتصفحها عبر التاريخ، فإذا بها في أيام الحبيب وقبل أيام الحبيب وبعد أيام الحبيب مسار فتن، مسار قلق. لقيتها أيام الحبيب قد ظهر فيها مسيلمة الكذاب، ثم ظهر فيها بعد ذلك ما تعلمون ونعلم، قرن الشيطان، قرن الشيطان. النبي هكذا قال: هذا هو الصوت الأول من فوق منبر رسول الله. الصوت الثاني يوجهه إلى أهل مصر، بل يوجهه إلى الصحابة رضوان الله عليهم في مصر عندما يذهبون إلى مصر.
استوصوا بمصر خيرا. لماذا؟ لأن لنا فيها نسب، ولأن لنا فيها صهر، والعلاقة الإنسانية لا تخرج عن النسب والصهر، عن النسب والصهر. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله أي البشر نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. صوت الحبيب محمد يوصي بأهل مصر ويذكر بعض خصائص أهل مصر. الله عز وجل قد اختص مصر بالجندية، الجندية الحربية، الجندية التي تحارب في ميدان القتال، أو الجندية التي تحارب في ميدان الفكر. لما ظهر هذان الصوتان من المدينة وجد شيء من العداء للحبيب وشيء من المحبة له. أما المصريون فقد أحبوه وقد أحبوا أهل بيته، وأما غيرهم الذين سمعوا الصوت الثاني فقد كرهوه. أتحبون أن أذكر أمثلة من البغض والكراهية؟ والله لقد سمعت وظللت أسمع إلى مطلع الفجر، بل إلى بعد الفجر، ولم أجد إلا شتائم واتهامات للحبيب محمد. اسمع وكلكم محدثون، اسمعوا وكلكم محدثون. يقول قائلهم، يقول زعيمهم، يقول قائلهم ولا نسمي، ويقول زعيمهم ولا نسمح لألسنتنا أن تنطق باسمه، لأن من أهان الرسول لن نجري اسمه على لساننا حتى يرضى عنه الحبيب في ست مراحل، في ست مراحل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا نقول اسمه. ماذا قال؟ قال إنكم تقولون إن الحبيب ليس بفحاش ولا لعان، الحبيب ليس بفحاش ولا لعان، إنه هو الذي يقضي بنفسه عن نفسه أنه يتعاطى الفحش ويتعاطى اللعن. النبي معذرة سيدي يا رسول الله، فحاك الكفر ليس بكافر. ماذا قالوا؟ قالوا هكذا أيها الأحباب، واستشهدوا ببعض الأحاديث، قالوا أحاديث ولا تصح، وقالوا روايات ويمكن تأويلها، ثم اعتدوا بعد ذلك على القرآن. أوليس القرآن فحاشا؟ أنا أقول كلاما صورته عندي. أوليس القرآن فحاشا؟ القرآن يقول على بعض الطوائف أنهم كالأنعام بل هم أضل، يعني القرآن يقول هكذا تعبيره، يعني القرآن يقول لهم أنتم حمير وكلاب، أليس هذا فحشا أيها الأحباب؟ ثم بعد ذلك يمطر علماء الأزهر بما يناسبه هو، بما يناسبه هو من الكلمات، وكل إناء بما فيه ينضح. هذا ما انطوت عليه قلوبهم. أما كراهيتهم لمصر فهي لأن الحبيب محمد قد امتدح مصر وأوصى بها خيرا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، قولوا لي إذا اختزل العالم الإسلامي كله فماذا يكون موضع اختصاره؟ مصر. إذا اختصرت مصر كلها فماذا يكون موضع اختصارها؟ الأزهر الشريف. إذا اختصر الأزهر كله فماذا يكون اختصاره؟ ميراثنا من حبيب القلوب محمد. الكلام والله يطول، ولن أشفي صدري إلا بعد أن أكتبه. الكلام يطول، لكني
لست صاحب الميدان ولا فارس الكلمة. أما أنت أي سماحة المفتي في مصر، فإني أقول لك إياك أن تستجيب، وإنا لن ندافع عنك لسبب بسيط، لأن الله قد نهانا أن لا نتحدث مع هؤلاء إذا سبوا الله عز وجل، لأننا لو ناقشناهم سيسبون الله جهلا وبغير علم. أحباب رسول الله، باسمكم نقول ارفع هامتك يا سماحة المفتي. أما أنت يا شيخ الأزهر فإنك عند الله لك تقديرك الخاص، وأما أنتم يا شيوخ هذا المعهد فلكم الله، ومن كان له الله لا يهزم أبدا، لا يهزم أبدا. لماذا؟ لأن الله الذي قال لنبيكم، قال لكم من خلال نبيكم فسيكفيكهم الله. اكرمنا ولا تفضحنا، عافنا واعف عنا، اجعلنا يا رب من الذين ورثوا عن النبي ميراثه، والنبي لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم والخلق، فمن أخذ بهما فقد أخذ بحظ وافر. أستودع الله دينكم وأمانتكم، وأستودع الله ميراث نبيكم فيكم أحباب رسول الله. أقولها من قلبي، الله أكبر يحيى الأزهر، الله أكبر يحيى الأزهر، الله أكبر يحيى الأزهر. أخلع ما في رقبتي من المسؤولية وأضع في رقبة أبنائي، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.